معنا هاتفيا من اسطنبول الكاتب والصحفي الفلسطيني عز الدين ابراهيم. مرحبا بك. اذا قتيلان انضموا اليوم الى قافله الراحليين في مسيره العوده بعد انتهاء فعاليه اليوم، ما تقييمك لنتائجها؟ يعني شهداء اليوم هم ينضموا الى قافله شهداء طويله، يعني انطلقت منذ الشهر الثالث اذار مارس الماضي ليؤكدوا على رسالة واضحة مفادها أن حق العودة هو حق قائم ولا يسقط في التقادم. مسيرات اليوم هي رد واضح على مراهنات الاحتلال على أن المسيرات ستضعف وستخبو، ورسالة واضحة للاحتلال على أن هذا الشعب المحاصر المظلوم في غزة سيواصل تصديه وسلاسل مواجهة الاحتلال بكل ما يملك من قوة. المقاومة في غزة ترى أن الفعاليات السلمية لها تأثيرها في الاحتلال وتحدث نتائج أقوى من استخدام الحرب الشاملة، هل تعتقد أن المقاومة غير مستعدة لمواجهة شاملة مع الاحتلال؟ يعني لا مقارنة بين المقاومة المسلحة والمقاومة السلمية، يعني أنا باعتقادي أن هذا شيء وهذا شيء وكلاهما في النهاية يكملان بعضهما. المقاومة المسلحة هي حق مشروع يسعى من خلال المقاومون لحماية الحراك السلمي. الحراك السلمي فعلا أثبت على أنه يعني سلاح لا يستهان به، أحرج الاحتلال وفضحه وعراه أمام المجتمع الدولي، وما يعني نشهد من تصعيد عسكري للاحتلال بين الحين والآخر هي محاولات يعني إخراج هذا الحراك السلمي عن سياقه ولتشويه هذه المقاومة السلمية والقول بأنه لأنها لا تختلف عن المقاومة المسلحة. بالمقابل تستعد قوات الاحتلال باجتماعات لقادة قواتها لاحتمال عملية شاملة على غزة، هل تتوقع حدوث ذلك أم أن يعني الظرف الدولي والإقليمي يحول دون ذلك؟ المؤشرات كلها حتى الآن تقول أن لا الاحتلال ولا المقاومة معنية بحرب شاملة. حرب الشاملة يعني ضريبتها ستكون غالية وكبيرة سواء على الشعب الفلسطيني المحاصر في غزة وحتى على الاحتلال الذي حتى الآن لا يمتلك المعلومات الكافية عن ما تمتلك المقاومة، ويعني كان هنالك بروفا إن صح التعبير لأي شكل المواجهة القادمة إن حصلت تمثلت بعمليات القمع التي تعرض لها جنود الاحتلال على حدود. في إطار حديث عن الحراك السلمي والانتهاكات الصهيونية، كيف ترى ازدياد عمليات اجتياح باحات الأقصى المبارك والمواجهات التي تحدث فيه؟ مستمرة من حلقات مسلسل الانتهاكات الإسرائيلية للمسجد الأقصى. الاحتلال يحاول أن يفرض سياسة الأمر الواقع على المسجد الأقصى بالتقسيم الزماني والمكاني لهذا المسجد. الاقتحام اليوم هو كان يعني مفاجئ وغير متوقع في رسالة ربما من الاحتلال لمحاولة يعني فرض وقائع على الأرض ويعني فرض سياسته وفرض سياسته على هذا المسجد، لكن يعني كما عودنا أهلنا في القدس يعني واضح أن الأهل المقدسيون يعني كانوا لهم بالمرصاد وكان الرد واضح ب يعني الهبة التي يعني تصدت للاحتلال وأجبرته في النهاية على فتح أبواب المسجد. شكرا جزيلا لك من اسطنبول الكاتب الصحفي الفلسطيني عز الدين إبراهيم.